تحديدا انه الفواكه ترجع من اساسيات الجزائر مش من الكماليات درك راهي كماليات والله عيب علينا احنا والله عيب علينا انه الجزائري ما يقدرش يعني بعض الفئات ما تقدرش الفواكه تحدي الاول والاخير هو ان نوفر هذا المنتوج بالسعر اللي يسمح لكل فئه المجتمع ما نقولش اللي عنده اسعار كما نقولوا عرفوا لي باول كل فئه المجتمع انه كاين منتوج